متواصلين معكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد، وما زلنا بالإضاءات الإبداعية والثقافية، وسنتحدث الآن عن مؤلف يحمل اسم الراحل العظيم الباني المغفور له الحسين بن طلال للكاتب محمد أبو هزيم. وبالمناسبة الكاتب هو من مرتبات الدفاع المدني، أنا وددت أن يكون بزيه العسكري، لكن اليوم ارتأى حبيبنا وضيفنا الكريم الأستاذ محمد أبو هزيم أن يكون يعني بالصبغة المدنية، وأكيد راح يتحدث عن هذا المؤلف وهو أول إصدار للكاتب محمد أبو هزيم بعنفوان. تحدث لنا قبل اللقاء عن الفكرة التي بدأت بإطلاق الحسين بذاكرة طفل، يعني شوفوا الاسم أجمل أحبتنا المشاهدين. سأدع يعني الكاتب محمد أبو هزيم للحديث عن مؤلفه وكتابه وإصداره الأول بطريقته الخاصة. أسعد الله صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. أولا أنتهز هذه الفرصة لأقدم تصبيحاتي لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الذي وضع نفسه في الصفوف الأولى لحماية الوطن والشعب، وأصبح أيضا على زملائي في الأجهزة الأمنية وخاصة زملائي في جهاز الدفاع المدني، ولعطوفة الباشا المدير العام للدفاع المدني طلال باشا الكوفحي الذي أقدم له كل الشكر لتبنيه الكتاب، والذي أمر على الفور بمقابلتي وطباعة الكتاب 300 نسخة منه. جميل جدا، على حساب ونفقة الدفاع المدني، المديرية العامة للدفاع. نعم. المدني. جميل جدا. أنا حاب أشوف محمد الغلاف، الغلاف يعني يعود بنا للذاكرة، وما زالت الذاكرة محفوظة. نعم. وللقادم بإذن الله تعالى بالمغفور لها الحسين بن طلال الملك الباني. بدنا نشاهد الغلاف من خلالك الآن. هذا هو صورة، هاي صورة الغلاف. طبعا برضو أنا بنتهز الفرصة لأهديها للتلفزيون الأردني اللي هي أم الشاشات ووجهة كل مواطن أردني يستطيع أن يخرج ما بداخله ليضعه أمام العالم كله. طبعا كل الشكر للتلفزيون الأردني. الآن سننتقل إلى المضمون محمد. نعم. الحسين في ذاكرة طفل، من أين أتى يعني هذا الاسم أو هذه التسمية، وماذا يتضمن يعني الكتاب؟ هو الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لما بدأت بكتابه، بدأت أكتب فيه، كنت حاب يعني أكتبه أنا صغير، لكن يعني نحكي إنه الإنسان ما كانش عنده القدرة وقتها كطفل، ما كانش عنده القدرة إني أكتب. هي لحظة وفاته ب7/2/1999 كنا إحنا بالمدرسة وروحونا صغار، روحونا تقريبا الحصة الثانية أو الثالثة، لا أذكر، كنت عمري 12 سنة، كنت مش بتذكر الصف بالضبط. فلما إحنا روحنا على الدار، طبعا ما شاء الله الشتاء، يعني الأرض بتحس الناس من الأرض بتطلع نار والمي بتطفيها بتبرد عليها، الناس فزعانة. يعني أنا كطفل أول مرة بحياتي وآخر مرة كانت بشوف حزن بهالطريقة. نعم. فتفاجأت كطفل، ما بعرف يعني بعرف أنه في ملك حسين، في ملك الأردن، لكن ما عنديش المعلومات الكافية أنه مين هذا الملك وشو اللي قام فيه اللي هالناس لهالدرجة بتحبه. التلفزيون، فزعة التلفزيون، الناس بيصوروا بالمدينة الطبية، وبالذات أبوي وأمي، أبوي الله يرحمه والدتي، فشوف دمعة والدي الله يرحمه. فحبيت أسأله، يعني بعرف أبوي قوي شديد صلب ما بتنزلش دمعته، فسألته فصار يشرح لي عن الملك حسين الله يرحمه. ومن وقتها وبعديها فترة تقريبا سمعنا أنه فرس الملك حسين الله يرحمه توفت. فاستغربت كل الوضع هذا. راحت الأيام معي والسنين، بيوم الأيام بشاهد مقطع فيديو للملك حسين الله يرحمه بيحكي عن معركة الكرامة بعد انتصارنا العظيم. المقطع بدايته بيحكي: وكانت الأسود تربض بالجنبات على أكتاف السفوح وبين القمم. في لحظتها الصوت والكلمات حركت مشاعر قوية جوا قلبي، صوت غليظ حازم وصوت حنون طيب. فمن وقتها حبيت أني أنا أكتب، وما فكرت نهائيا أني أطبع الكتاب أو أنشره ولا إشي، بس أني أكتب أخرج مشاعر جواتي للملك حسين الله يرحمه وللوطن وللملك عبد الله.
ابنه المعزز لبنائه. فصرت أتصفح بالصحف الإلكترونية، أسأل ناس عن الملك حسين، وبدأت أكتب، وحبيت أني أفجر هاي الطاقة اللي جواتي وهاي المشاعر المحبة للوطن للملك وللهاشمي. جميل. الآن الكتاب يتضمن سيرة الراحل العظيم الملك الحسين بن طلال، وأيضا عرجت بكتابك كما تحدثت لي محمد عن الملك المعزز حماه الله دائما الملك عبد الله الثاني بن حسين حماه الله بمسيرته ووريث الدوحة وسليل الدوحة الهاشمية، ونحن الآن نشاهد مسيرة هاشمية إصلاحية بامتياز، بناء على بناء، مدماكا على مدماك، إنجازات تحقق بظل الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. الآن مشاعر محمد أبو هزيم تمثلت بهذا الكتاب، وأتى العنوان منذ اللحظة الأولى منذ وفاة الحسين بن طلال حفظه الله يعني رحمة الله عليه. هذه الانطلاقة أو التحول الأول بحفظ أن أكون كاتبا، يعني تمثلت لك المشاعر بإني أنا قادر على الكتابة. نعم. محمد، وانتهت بعد انتسابك والتحاقك بالقوات المسلحة تحديدا جهاز الدفاع المدني، وأتى تبني الكتاب وإصداره من خلال المدير العام للدفاع المدني. نعم. ماذا قال لك بعد إصداره؟ عطوفة المدير. نعم. العام، عطوفة المدير العام هو أنا استلمت النسخ قبل أسبوع أو أربعة أيام خمس أيام، وأنا أصلا مجاز لأني سويت عملية بركبتي، فلسه ما صار مجال أني أنا أقابل عطوفة الباشا مرة أخرى. يعني هو مجرد ما طلبني، عرف أني أنا كتبت على الملك حسين الله يرحمه، مجرد ما طلبني أوعز للمستودعات للمطبعة بطباعة 300 نسخة. طبعا مؤلفي لم يكن هدفه مادي نهائيا. جميل. فأنا لما قابلت الباشا حكيت له أنا هدفي أني أضع في يد كل مواطن أردني مجانا، ولحد الآن وفيما بعد أطمح أني أنا أطبعه بالألفات لكي أضعه في يد كل مواطن أردني مخلص للوطن وللملك. هل سيتوقف محمد أبو هزيم عند هذا الإصدار الأول أم لا، سيكون هناك إصدارات أخرى؟ هو شوف، أنا من زمان بكتب بس شغلات بسيطة، وأنا الآن على وشك الانتهاء من كتاب عنوانه كلمات تائهة في سطور. هذا الكتاب خواطر تتحدث عن الحياة. جميل. وعن الحب وعن الأمل وعن الفقير تحديدا، عن تحديد. الفقير. جميل. بصبره، مثابرته، حبه للوطن رغم أنه مضغوط من الحياة. فإن شاء الله هذا الكتاب طموح أني فيما بعد أني أنشره بإذن الله تعالى. لكن أخي الكريم، أنا بدي أحكي هالكلمتين. بفتخر أني أنا وصلت لهي المرحلة وعملت هذا الكتاب وطلعت أفكاري اللي داخل قلبي وأكتب هذا الكتاب والكتاب الثاني كمان. لكن اتضح لي فيما بعد، بعد ما كتبت هذا الكتاب، أنه الكتابة هواية، لكن الهواية، هواية الكتابة تعتمد على ثلاث عناصر، اللي هي الفكر، الأفكار، والأفكار تأتي من الثقافة، والثقافة أن تأخذ من كل فن بطرف. صنت. لكن بوقتنا الحالي وبالحياة ومواقف الحياة، المواقف نفسها أصبحت ثقافة. نعم. يعني مش بالتحديد أني أنا أمسك كتب وأطالع، المواقف أصبحت ثقافة، الإنسان صار متعلم منذ الصغر. جميل. من ظنك الحياة. جميل. الأمر الثاني المشاعر، وتحديدا المشاعر الصادقة واللي هي خارج من القلب. والأمر الثالث اللي هو العلم. نعم. العلم اللي أنا يعني أوقفتني الحياة وأصرت إلا أن توقفني إلى المرحلة الثانوية. لم تكمل الدراسة. لم أكمل الدراسة الجامعية. يعني الحياة أصرت إني ما أكملها. لكن أطمح فيما بعد بإذن الله، إذا شاء الكريم، إني أدرس بإذن الله. فإن حالفني الحظ وعانقت الدراسة وعانقت العلم سأكسر أضلاعه،
لأنني أعشقه بالفعل ولا أن أتخلى عنه حتى الممات. يعني أيضا كاتبنا يستخدم يعني وصفا ومجازا في بعض الأحيان، وهذا من نتاج يعني الثقافة الأدبية الموجودة عند الكاتب محمد أبو هزيم. ها هم شبابنا أحبتنا صدقا، وإذا تحدثنا عن حماة الوطن حماة الديار، وإذا تحدثنا على وجه التحديد عن جهاز الدفاع المدني هدية القائد للشعب، ها هي الهدية أمامنا من خلال مؤلف محمد أبو هزيم. يعانق محمد المغفور له الحسين بن طلال بمشاعره بوصفه للملك، وهذا أقل الحقوق ولا تذكر من الحقوق. نعم. لقائدنا المغفور له ولقائدنا الحالي حفظه الله ورعاه. أنا وصفت المعانقة من خلال مشاعرك الجياشة للمغفور لها الحسين بن طلال. ها نحن نشاهد صورة الغلاف، وكتبت بنهاية الغلاف يعني كلام جميل ومعبر. نعم. أيضا أنا حاب تقرأ لأحبتنا اللي بيشاهدوك الآن على الهواء مباشرة. كان لنا ملك الحسين بن طلال رحمه الله وأدخله فسيح جنانه، مخلص لتراثه الأردني، لديه إيمان بقيادته وشعبه وقدرته على الالتزامات التي ألقيت على عاتقه رغم كل الصعاب والأخطار. وأصبح لنا ملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، قاد مسيرة الحسين الراحل بكل قوة وشجاعة ومحبة، وجعل مسيرته مكملة لمسيرة والده لبناء وطن عظيم ذو قوة ونفوذ. جميل جدا محمد، كما تحدثت الآن للأهل والعزوة والربع اللي بيشاهدوك عبر شاشة الوطن الأولى أحبتنا، لن تتوقف إصدارات محمد أبو هزيم عند هذه النقطة. اعتبر أن مؤلف الحسين في ذاكرة طفل دائما هي الانطلاقة الكبيرة جدا لإصدارات أخرى شعرية وقد تكون أدبية على وجه التحديد، ولا يوجد ما يمنع إذا كانت شعرية، فيبدو لي أنك تمتلك الموهبة أيضا الشعرية أستاذ محمد. وأيضا يتحدث بكل عنفوان وانطلاقة إيجابية الكاتب محمد أبو هزيم وعن ضنك الحياة بما يتعلق بعدم إكمال الدراسة ليس بالشيء الصعب، بما طبعا. أنه في نشامة داعمينك تحدثت عن مدير عام الدفاع المدني. نعم. وعن زملائك أيضا، فستستمر المسيرة بإذن الله تعالى. بس بتسمح لي تفضل. في خاطرة كتبتها عن الوطن وعن الملك. نعم. يعني حاب أني ألقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في لحظة كاد فيها أن يدركني الوقت وأهجرك، حضنتك يا وطن، فما ذنبي وما ذنبك في من فيك قد طعن، أوليس العيب فيه وليس العيب فيك يا وطن، والعيب في إذا لأجلك لم أكن درعا حصينا واقفا على حدودك يا وطن. لذا قررت، نعم قررت، سأبقى فيك يا وطني، وبروحي لأجلك سأضحي لأحافظ على وطن الأمن، وأكون بإذن الخلاق درعا لمليكي ولوطني. في يوم قررت الهجران وبنفس اليوم للآن جعلتك يا وطني عنوانا لأكون لأجلك صنوانا، ابنا ككل الأبناء نحميك بكل الأرجاء من شر كل الأعداء، قيادة وطن بوفاء قد حملوا كل الأعباء لنعيش بسلام وأمان، سأكون المخلص لمليكي درعا أحميك يا وطني، سأنادي بأعلى الأصوات أردني صيفي وشتائي ومليكي تاجي وسمائي. وبهذه الخاطرة الجميلة أنا بدي أشكرك، شرفتنا نورتنا. أكيد زملائك الآن بمرتبات الدفاع المدني ضباط صف أفراد وبالأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة يعتزوا بزميلهم بهذا المؤلف العزيز على قلب كل أردني محمد باسم غالي جدا الحسين في ذاكرة طفل. الشكر موصول لك ونورتنا صدقا بيوم جديد. نتمنى لك التوفيق والسداد. أحبتنا سنذهب الآن إلى فاصل قصير ونواصل معكم فقراتنا، فابقوا معنا. ما شاء الله.